عن طريق أصلاح الكتب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآل الطاهرين. زهراء يا قبس الهدى، عذرا إذا قصرت في مجدي وفي إطرائي. أبدأ مع ألف الصفات، فإنه صعب عليك بلوغ حرف الياء. بمناسبة مولد الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليه السلام، يسر فرقة أبناء الزهراء أن ترفع إلى مقام صاحب العصر والزمان، وإلى مقام سماحة ولي أمر المسلمين السيد علي الخمنائي دام الغدر، وإلى الأمة الإسلامية جمعاء أحب التهاني وأزكى التبريكات، راجعين إلى المولى العلي القدير بأن يمن علينا بنعمة الأمن والأمان، وأن نجتمع إلى هذه المناسبات العظيمة ونحن في أحسن من هذا الحال. ونحن نشارككم في فرحتكم هذه السعيدة، نتمنى من الله ثم منكم القبول. أسمع صوتا من ليل السجن صلاة، Bye.
Thank you.
أنت حرام لا تخايلك القيود فاسأل من عبر الزهراء. أبشر يا دنيا.
I want to
الله لمحمد إلهي.